ديال مراكش باش تحلوا هذا المشكل على انت اعلى 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 جهاز تنفيذي دابا كاين. شوف حنايا عندنا ميسيون غادي نجيو للانتخابات الجمع العام ديال الانتخابات. نعم اتصلنا بالسيد رئيس العصبه السي العلاوي كان كل شيء موجود. فاذ به كنتفاجئوا بالقرار ديال السيد الوالي بان الملتي ديالو السيد القائد بان هناك حضر الجمعة العامة ديال مدينة مراكش. كاينة حالة استثنائية ديال الوباء ديال كورونا ما يمكنش يكون اجتماع فاضطرينا تبقى المذكرة ديال وزارة الداخلية احتراما لقرارات ديال وزارة الصحة. فاحنا حاولنا اننا نأجلوا هذا الجمع العام الى وقت لاحق وغادي يكون في القريب. شنو الاتصال ديال انت على السلطه دابا في كره القدم حاضره اليوم؟ واش اتصلتي بالولايه اتصلتي بالوالي شنو كان؟ بالنسبه لاعلى دابا اللي كان كاين حاضره كرويا ماشي ديال وزاره الداخليه. كيبقى السيد الوالي هو اللي عطى القرار ديال المن. ما يمكنناش نمشيو ضد التيار. حنا غادي نديروا حتى حنايا التقرير ديالنا وغادي نعرضوا على السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه وغادي يكون ان شاء الله غادي يكون الحل. هذا هو اللي كاين. ما يمكنش انا غادي نجي نفرض وندخل ونقتحم وسط القاعه ديال الاجتماعات. كتشوفوا اليوم كلشي البيبان مرصوده نقزوا ما يمكنش. حنا كجامعه كنطبقوا القوانين وكنطبقوا كل ما هو قانوني. ما يمكنش نخرقوا القانون. سنين بلا مؤامره. الكره المغربيه ديما راجعه الله. حنا بحضر حنا ولا قتلني. انا باغي نموت نيت. راه بالمعقول يقول لك هذا السيد هذا واش حنا مربي مشكل في الوطن مخلي خدمتنا ومخلي شغلنا ايام حنا هنا هادشي راه في عيننا راه في عيننا. لا ما درتي في هذا الاجتماع اللي داز محضر. ما راهش ما تحبس السطاط ها وبالكاف يديروا فيهم حضر تاع هو اييه هاي فسقوا هاي فسقوا هاي خليه ديروا علينا شي 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 ديروا علين